سجلت دهوك ما يقارب 30 حالة مصابة بفيروس كورونا منذ بدء الأزمة. تفاجأ أهالي المحافظة بعدد المصابين خلال 24 ساعة الماضية، إذ سجلت مديرية صحة دهوك 52 إصابة جعلت خلية الأزمة تتخذ إجراءات سريعة وإصدار تعليمات جديدة، خصوصا أن المحافظة تخضع لحظر شامل للتجوال ولمدة 6 أيام ابتدأت أول أمس. قمنا بفرض حظر التجوال قبل يومين للحد من زيادة الإصابات. اليوم وأمس تم تسجيل 52 حالة في دهوك، لذا تم تمديد حظر التجوال لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، وهذا مرهون بعدد الإصابات والتزام الأهالي بالتعليمات الصحية، لأن الوضع العام غير جيد ونرجو أن لا تزداد الحالات في الأيام القادمة. الحالات الموجبة ازدادت في المحافظة، والمستشفيات والفنادق امتلأت بالمرضى وبالمحجورين، وإذا ما زادت الأعداد سنضطر إلى الاعتماد على الحجر المنزلي، ونطلب من الأهالي توخي الحذر ومراجعة المراكز الصحية في حالة اشتداد الأعراض لدى المصابين، إذ لن تتسع المستشفيات لاستقبال الحالات الموجبة إذا ما استمرت بالازدياد. نرجو الالتزام بكافة التعليمات وارتداء الكفوف والكمامات للوقاية من هذا المرض الخطير. الإصابات الجديدة ناتجة عن حفل زفاف أقيم في إحدى مناطق المحافظة قبل 10 أيام، وقد سجلت يوم أمس 33 حالة، وصباح هذا اليوم 19 حالة من ضمنها 6 أطفال، وتم حجر هذه الأعداد، وما زال الفحص جاريا للملامسين على أمل أن تكون العدوى قد انتقلت إلى أقل عدد ممكن من المواطنين. هالأيام كان عندنا 52 حالة موجبة كلهم من جهة واحدة، والسبب ازدياد هذه الحالات هو عدم التزام أهالي محافظة دهوك بالتعليمات الصحية وتعليمات خاصة التعليمات الوقاية الصحية، وهذا العدد قابل للازدياد لأن عندهم أكيد ملامسين هواية، فنحن كدائرة صحة دهوك نذورهم. وهسه بالمحجر الصحي عندنا تقريبا ما قرب أكثر من 830 شخص. تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا في محافظة دهوك ينذر بوضع خطير، والمسؤولون هنا يدعون المواطنين للالتزام بالتعليمات الصحية لتفادي كارثة محتملة. سرايات العراقية الإخبارية دهوك.